هذا التوقف غادي يعطينا واحد الأريحية باش نشتغلوا أحسن، ياخذوا صراحة اللاعبين شوية ديال الراحة، ومن بعد نروبريزيو إن شاء الله لي زونطريمون ديالنا بكل أريحية، وكنوعدوا الجمهور الكريم باش غادي تكون اتحاد طنجه احسن من اللي كانت. وهاد دابا حنايا جبنا 9 نقط تقريبا من 12 نقطه، هذه صراحه تحسب للاعبين، تحسب للجنه التقنيه، والحمد لله على كل حال ومشكورين.